السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أم ضحى. اليوم إن شاء الله عندي لكم غراتان بالبطاطا والجلبانة. بالنسبة للمقادير، عندي ثلاثة أطراف من قطع الدجاج، طيبتهم مع بصلة كبيرة مشلضة، وبالنسبة للعطرية درت استعملت معهم ورق سيدنا موسى، لابادين، عود القرفة، ثومة، سكنجبير طري، تحميرة، مرزية، ملحة، وخرقوم بلدي. بالنسبة لهاد العطرية كلها استعملتها أنا، بالنسبة لي استعملتها، وجدت الدجاج طيبتو نصف طيب نصف طيبة، يعني ما طيبش كامل، ندخلو الطياب وغنضيف عليه جبانية صغيرة دجلبانة وكيلو البطاطا. بالنسبة لهادو غنضيفهم على مرق الدجاج حتى يطيبو مزيان ونطفي عليه. بالنسبه للبيشاميل، عندي ربع لتر حليب، معلقه كبيره دقيق، ومعلقه كبيره زبده. بالنسبه للبيشاميل غنوجدو عادي ونخليه يبرد واحد شويه، ونضيف عليه ربعة البيضات كاملين. بالنسبه للدجاج، بعد ما طاب قطعته قطع صغيره وخلطته مع الخليط د البصله والبطاطا والجلبانه، خليتهم حتى طابوا مزيان، ونقسم الماء. بطبيعه الحال الا باقي خاصنا الماء باش يطيب، باش طيب الخضره كلها، كنضيفو كاس صغير حتى يطيب مزيان ونخليوه يختار. من بعد دردرت عليه، حكيت عليه فرماج محكوك تقريبا 100 غرام حتى 150 غرام، وغنخوي عليه البيشاميل. بالنسبه للبيشاميل، بعد ما وجدته ضفت عليه ربعه البيضات كاملين وشويه د الكوزه شويه د الملحه. بالنسبه للبيشاميل هو هذا، خويته على الغراتان من الفوق، غندخلو الفران على درجة 160 حتى يطيب. الغراتان بعد ما طاب هو هذا. كنتمنى الوصفة تعجبكم، وبالصحة والراحة. إلى عجبكم الفيديو ديال ماما، ديروا جيم وديروا سابوني.